هولان، نمت حبيبتي؟ لا. علينا أن نقوم ببعض التضحيات يا ابنتي بهدف حمل تيموجين على مسامحتنا. ما دمت ستكون بأمان أبي فأنا مستعدة لأن أموت. هذا ليس ضروريا. لكنك ستضحين كثيرا، فقد أصبح تيموجين فوق 40. عفوا، قل ماذا تقصد؟ هل تتزوجين تيموجين؟ لقد أحسنت بمجيئك. الأمر وقف عليك سيدي القائد. يسرني أن أساعد، ولكن الوضع خطر إذا ذهبت بمفردك، ومن الممكن أن أحد الجنود سيحاول قتلك. أفضل أن تبقي برفقتي. سألاحق توهيتوا، وفور عودتي سوف نقابل الخان. هذا أفضل حل. هولان ابنتي، أشكر القائد نايا. قائد نايا، أشكرك كثيرا. أوه، أرجوك لا تفعلي. إذا أصبحت زوجة الخان سأصبح من أتباعها، ومن واجبي إذن أن أركع أنا لها. سنتناول وجبة شهية. إنه لذيذ. فيها لها من رائحة رائعة. رائحة زكية. إن معدتي فارغة. أيضا الرائحة زكية. فعلا فعلا. إنها وجبة شهية. سنرقص بعد أكله. أيها المنافقون الودعون، كيف يجرؤ خدم مثلكم أن يصطادوا خروفا ويشوه ويأكلوه وحدهم من دون علم مني؟ بأي حق تأكلونه أولا؟ ما زلت حيا، ما زلت حيا سفلة. بعد الانتهاء من طهوه إياكم أن تأكلوه، بل أرسلوه إلي. بسبب زموها خسرنا زوجاتنا وأبناءنا وعددا كبيرا من الماشية. ما الذي أزعجه بموضوع الخروف؟ لقد كان كالحمل التائه، لماذا العنف؟ قمنا بالهرب من زدلنبو إلى قبيلة كيلي، ثم من كيلي إلى قبيلة نايمان. أخبروني، من منا يعرف مستقبلنا؟ الأمر مؤسف، أصبحنا كقطيع من الخراف وسط رياح عنيفة جدا وقوية. أين مستقبلنا؟ يوجد لدي فكرة. ما هي فكرتك؟ انسوا الموضوع أرجوكم. لا تخاف، لا تتردد يا رجل، تكلم. ترى من هو عدو زموها؟ تيموجين بالطبع. مؤكد. ماذا لو نقوم بالقبض عليه ونسلمه إليه؟ عندها سنعيش بهدوء، وكذلك نتمتع بحياتنا، وقد نصبح من القادة. حسنا، لنفعل ذلك. هيا هيا. ماذا تفعلون؟ إذا كنت لا تريد أن تموت سأقتلكم. هذا إذا لم يقتلك تيموجين أولا. أصمت، دعوني أذهب، سأقتلكم، دعوني. أيها المغول، تعالوا بسرعة، أمسكنا بزمها.
سيدي الخان. سيدي، سيدي، من فضلك قومي وأنتما أيضا. اجلسي أرجوك، تفضل. الخان تيموجين جاء إلى هنا منذ 6 أيام، أخبراني في الحال، لماذا تأخرتما؟ في الحقيقة هربنا إلى خيمة الزعيم نايا منذ 3 أيام سيدتي، وقد مكثنا في المخيم ل3 أيام و3 ليال. ماذا؟ نايا، أمكثا كل هذا الوقت في مخيمك؟ نعم سيدي. كيف تجرؤ؟ لماذا لم ترسلهما إلى هنا حالا؟ هم؟ ولكن سيدي الخان، أيها الحارسان، خذا نايا من هنا وليستجوبه بيلوغوتاي. إذا كنت مخطئا فسأقتلك. مهلا، لحظة، سيدي، القائد نايا وفي جدا ولا يجب أبدا أن تقابل المعروف بالإساءة. لماذا تدافعين عنه بهذه الطريقة يا ترى؟ سأخذ أباك من هنا واثبت للخان أن نايا بريء. أمور كثيرة تحدث في الخارج، هل ألقيت نظرة؟ حاضر. أثبت لك وأشهد الرب على نظافتي وعلى عفتي، نايا غير مذنب، أؤكد لك. نايا، أي سوء فعلت للخان؟ ها شيجوهتو، يفترض أنك تدرس، لماذا أتيت؟ حفظت كل دروسي غيبا، وقد جئت لكي أتعلم كيف تصدر الأحكام. قف وراقب، اسمع، إياك أن تسيء التصرف. نايا، ماذا فعلت للخان تيموجين؟ قل بسرعة وإلا سوف تعاقب. لم أقبض على توهيتو وابنه، هذا كل شيء، لا يوجد ما أضيف.